واحد اثنين ثلاثة اسلم يا ليل الوحوش والله مرة قوية تجمعوا عليه كلهم يمدي 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 فوز عليهم جايك جايك يا اخوي جايك ما بقي شيء على التصريف والله يمديني اوصل لازم اطور شخصيتي يا الله نعم نعم معك معك يا اخوي وش اللي معي يا اخوي قاعد العب يا اخي من اول ما احنا طلعت جالس على الجوال وش سوي قاعد العب ورني طيب تعال اقعد شوف هذه اللعبه اسمها غضب الشجعان لعبه قتاليه ملحميه اونلاين وتدعم اللغه العربيه فيه ثلاث ولايات مختلفه تقدر تترقب شخصيتك من مقاتل الى امبراطور يحكم ولايته ويقود جنوده وما ننسى اهم مميزات اللعبه الشات مع اصحابك واكثر من 45 تحدي يستناك عشان تكتشف القصه وطريقه قتال مختلفه باسلحه تناسبك وتقدر تختار ابطال يساعدونك بالقتال واللعبه عالم مفتوح وتقدر تبني علاقات سياسيه داخل اللعبه وتترشح لقياده ولايتك ما بقى لي شيء واجيب تصنيف باللعبه وباذن الله راح يساعدوني هم ان راح نجيب التصنيف مع بعض وراح نسوي تحالف باللعبه وكل اللي عليكم بس انكم تحملون اللعبه رابط تحميلها بالوصف ومع السلامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف الحال عساكم طيبين معكم محمد اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد طبعا بعد انقطاع جدا طويل رجعنا لكم بفلوقات ان شاء الله رهيبه طبعا رجعنا مره ثانيه المسبح السلايم اللي راح يصمد ويقعد في الزحلقه راح يفوز طبعا معنا مصطفى من مصر واذا فزت بالتحديات عليه راح يكون لك جائزه جاهز يا مصطفى؟ لا والله يلا ابو ده بتزحلق يلا ما فيش حاجه نفسك فيها طيب امسك نفسك فعليك اخر حلقه هذه طيب استناك وش اللي زحلق هذا؟ لا 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 بقرب اصبر 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 قاطي انا اللي باخذ الهدية تو اول جولة اول جولة ايش فيك مستعجل؟ امسك رجلي ما تمسك ملابس غش والله يا غز ما تمسك ملابس والله تحسب انك طهي يا واحد اثنين ثلاثة ما ادري وش الحركة بس انه قال بيسوي حركة اسلم بطل بطل بسم الله رجعنا لكم الحين جاء وقتنا نسوي تحديات داخل محل النطيطات لكن هذه مره مع اربع محترفين باركور الله يعيني وش مخبي لنا تحديات عاد انا يعني صار لي فتره موقف باركور وتوي راجع لها فخلنا نشوف منهم يوسف محمد اعتر محمد محمد الثاني كومبو بسويه سووا زيه بس تعال احفظ هاي فرونت اندر سايد 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 اسلم هي 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 تحسب ولا ما تحسب مع الطيحة؟ ما تنحسب ها تنحسب لا ما تحسب بطل ها أريد بين على روندف وحش بطل إيه كمل واحدة بس واحدة زيادة واحدة زيادة قفل إيه إيه ايه ايه عربي ما عليه كمل ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه اربع التحدي عند محمد ايوه حلو اوكي
بعد خلاص الحين بنجرب يوسف عتر. ايوه خلص الجدار ما عليه بطل وحش. ايه بطل ايه ايه بس بس على عليك كمل ما سويت الوال فليب ما طبعا الحين بنسوي سباق من البداية لين النهاية. اثنين ثلاثة بدينا 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 يلا يلا خش راح راح وصل معنا 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 عندك شو صلى شو صلى طبعا زي ما تشوفون القفلين هنا موجودين وهنا المفاتيح عشوائيه. طبعا فيه ثلاث مفاتيح اللي تفتح قفل واحد منهم وراح يكون في واحد بالنص كل 20 ثانيه ما يفتح فيها القفل وهو يحاول يفتح فيها القفل راح يصير فيه عقاب. لا لا بدينا اقعد 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 ما تقعد ما تقعد ما تقعد مو انت واقف ما انت قاعد مو انت واقف. يلا 7 8 9 10 هذا الاول هذا الاول هذا الاول بدا بدا لا 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 محمد تكفى 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 لا 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 محمد 40 ثانية لين دقيقة عندك لين دقيقة عندك دقيقة عندك طاح لين دقيقة عندك دقيقة عندك ايش هذه المفاتيح يا اخي ما جاء ما جاء يلا يا مصطفى والله جاي يا عمي خلصت البلدين كلها يا عمي فتح فزت دقيقة واربع ثواني اربع ثواني ولا زين ثلاثة ثلاثة لا 15 ثانية قلنا 15 ثانية هذا الأول خمس محمد اصبر خلينا نفتح افتح التحدي بكل بساطة لازم تبدأ من البداية وتتسلق فوق الكور وتوصل للنهاية واللي يوصل للنهاية بدون ما يطيح وتوازن راح يفوز. أيوة لا لا مو 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 تموت نزلوني لا لا يمديك 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 صدقني يمديك يمديك أحسن لا ثبتها ما ثبتها طيب أيوة بطل باقي واحدة باقي واحدة بطل امسكها بطل لا يا زلمة وصلت خلاص 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 10 رميات 10 رميات وين جد كف وبسم الله رجعنا لكم. التحدي راح يكون اسئله. الاسئله كيف راح يكون نظامها؟ راح نوقف على حافة الخشب وكل جواب تجاوبه غلط راح يسحب الخشب شوي لين ما يبقى شيء وتطيح بالمسبح. السؤال الاول يقول ما هو اسرع المخلوقات البحريه على الاطلاق؟ الدولفين الدولفين ايه
اسحب يا معلم. اول من حاول الطيران في الناس ما في